العرضية الأصيلة من هنا من ميدان التراث من ميدان سويحان. نتواصل مع حضراتكم ونتابع الصدارة والمركز الأول. انتباه تأتي على مقدمة الشوط ومن يقدم لنا انتباه محمد علي بن سلطان المنصوري أول المستكشفين عن هذا الناموس وعن الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هوايل، مرحبا بك يا هوايل، منصور بن أحمد بوعوانة المنصوري، ولكن الوصول من الجانب الأيمن وصلت جميلة ومرحبا بشعار جميلة ناصر بن قريع بن روس العامري يتقدم مع انطلاق جميلة. نتمنى له التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. القيادة مع بن روس. المركز الثاني هنالك انتباه محمد بن علي بن سلطان المنصوري يصل على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة. هنالك أيضا انتباه محمد بن راشد بن تريس الظاهر يحتل المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات غارة نابت بن محمد بن خيلة بن محمد العامري بدأ يتقدم الآن مع هذا الانطلاق الجميل والمميز. يا سلام. المركز الرابع من الجانب الأيمن تتواجد بنت راهي محمد بن غنام الهاملي. والمركز الخامس هنالك الباهية أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي. خمسة أسماء مميزة، خمسة شعارات جميلة تأتي في مقدمة الشوط باحثة عن الفوز والانتصار، باحثة عن السيارة، باحثة عن نقطة ذهبية في هذا المهرجان الكبير، مهرجان قصر الحصن لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود بحضراتكم من الصدارة إلى المركز الأول. الشاهنية، الشاهنية استلمت القيادة، استلمت زمام الأمور غانم بن ضاحي بن حمد المزروعي مع انطلاق الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني أوصلت الشايبة، مرحبا بأبناء السلطنة. يتقدم مع الشايبة ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي يقدم لنا الشايبة. المركز الثالث هنالك غارة نابت بن محمد بن خيلة العامري. المركز الرابع عالية لسيد سعيد بن راشد بن ذيبان المنصوري. والمركز الخامس هنالك القادمة على خامس التحديات منصة حمد بن مبارك بن سالم الشامسي. وصل شعار بالرغش يتقدم الآن على المركز الخامس. هذه النتيجة ونداءنا الثاني لمسيرة هذا الشوط. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. الشاهنية، السلالة الشاهنية التي فرضت نفسها في كل زمان ومكان. تسير الشاهنية غانم بن ضاحي بن حمد المزروعي، ولكن الشايبة، الشايبة من الجانب الأيمن تجاوزت الشايبة، انطلقت الشايبة. ومن يقدم الشايبة ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي. المركز الثالث منصة حمد بن مبارك بن سالم بن رغش الشامسي. المركز الرابع وصلت أعياد، أعياد راشد بن علي بن سويلم الاكتبي مع انطلاق أعياد على المركز الرابع. وخامس التحديات تتواجد غارة نابت بن محمد بن خيلة العامري. يا سلام على هذه الأسماء المميزة، الشعارات الجميلة. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ لمن هذه السيارة والنقطة الذهبية وناموس مهرجان قصر الحصن؟ بن سويلم الحارثي، الحارثي بن سويلم هنالك. يا سلام. وصل شعار بن كليب على المركز الثاني، ولكن الشايبة ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي. أبناء السلطنة، أبناء السلطنة، ولكن بن كليب، بن كليب أعياد، أعياد راشد بن علي بن سويلم الاكتبي، ولكن راعي خوفه يقدم لنا الشايبة، الشايبة ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي القادم من ميدان المشرف. ضيفنا العزيز من السلطنة يقدم لنا الشايبة بهذا الأداء الجميل والمميز. الحارثي ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي قدم الشايبة، خير تقديم في هذا المهرجان الكبير في ميدان الأصالة. شكرا لمن قدم هذا الاسم الحارثي. مخوف مخوف مخوف. سلام يا السلطنة، سلام، سلام للمشرف، سلام على هذا الأداء الجميل والمميز. المركز الثاني وصلت غارة
نابت بن محمد الخيلة بن محمد العامري المركز الثالث. مشاهدينا ومتابعينا الكرام المركز الثالث بنت راهي محمد بن غنام الهامري المركز الرابع، وصلت ربانه سارة بن سعيد بن كاسم بن مسافري المركز الخامس، انتباه محمد بن علي بن سلطان المنصوري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الزمني 5:56 وجزءا واحدا من الثاني توقيت الشايبه ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت على ثاني التحديات غاره نابت بن محمد الخيله العامري 5:57 9 اجزاء 57 ثانية 9 اجزاء من الثانية، وتوقيت غارة نابت بن محمد بخيل العامري. المركز الثالث وصلت حاملة رقم 42 بنت راهي محمد بن غنام الهامري بتوقيت زمني 5 دقائق. المركز الثاني بنت راهي 5:57 9 اجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت تهانينا والناموس. المركز